كلامنا توا ما هي فقط خيال وعالم ديزني والعالم السعيد ومدينة أفلاطون الملائكية، بما أن حضرتك قارئة يعني ومتغلغلة بهذه الأشياء، في واقع مخيف ومتلون، وسندريلا نفسها كانت تعيش مع مرت أبوه ومع خوات قلوبهم كلها حقد وغيرة وسببت لها مشاكل وايد. أنت عشتي فترة بروحك صح؟ نعم، بعيداً عن أهلك 9 أعوام، 9 سنوات كاملة، لأن الأهل كانوا رافضين. لا، مو عشان اهلي رافضين، لان صارت ظروف بالسكن، فوايد اغراض عندي ولويا وكذي، ويعني صار شويه ان امي تضايقت من اغراضي. انا ترى اغراضي من وانا بنت مراهقه للحين عندي كرتون كله اشرطه، فيديوهات، وحتى اجهزتي واغراضي ما زالوا معي، كنجيتين فل. انزين، شلون يعني انت سويتي هالخطوه؟ احس صعب وايد ان بنت كويتيه تنتمي الى عائله معروفه وحلوة ومغنية وعايشة بروحها، شلون؟ للظروف يعني، عفوا، الظروف ما تعرف انت منو. صحيح. فلما صارت الشغلة، انا ما كانت الخطوة اني انا سيدة اطلع بدون ما استشير الوالدة الله يرحمها. فلما استشفيت منها ان هي وايد متضايقة من اغراضي وكذي، واحنا بايعين بيت ابوي الله يرحمه، يعني لما توفى داخل البيت، امي ما قدرت تتحمل سنة كاملة على ما دورنا شراي وشي، تدري يعني بتبيع بيت مو أول على طول، طبعاً ياخذ وقت، وحتى اللي يشتري يعطيك فترة تقعد على ما تضبط أمورك. صحيح. فلما نباع البيت وأنا متزوجة، وما أبي أتكلم وايد عن تفاصيلي الخاصة، لكن اللي أقدر أقول لك إياه باختصار، اضطريت أني أنا أقعد بروحي، لكن استشارة من أمي موافقتها. مستحيل أنا راح أطلع وأقعد بدون ما هي تدري. أوكي، تضايقت أنه عشان أغراضي أنا عادي أطلع، يعني شوي تضايقت.